الأكل يلي بيساعد ضد النفخة. اليوم موضوعنا مع رندا فهد، ولكن عندنا خبريتها لرندا. وصباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. صباح كثير منيحة. كل المشاهدين بس يتصلوا دائما عندهم هالبروبليم، مزبوط بروبليم النفخة، مزبوط وشو لازم نعمل لما يصير عندنا نفخة. اليوم رح تجاوبي عليهم. اليوم قد ما في رح جاوب الحلقة، إذا ما خلصت مثل العادة رح كملها، إذا ما خلصت اليوم أكيد رح كملها بكرة. بس كمان مثل العادة ستيفاني اليوم بدنا نحكي على خبرية مسابقة باري لايت. ما بدنا ننسى إنه المسابقة عم تكمل، وبكرة بنقول اسم الرابح. السؤال هالمرة كان المقارنة بين الحليب والسردين، سو أي في كمية كالسيوم أكثر، 100 جرام من الحليب أو 100 جرام من السردين؟ سؤال حلو. وبكره رح نجاوب على هيدا السؤال، وأكيد الرابح رح يطلع له بوكسز من أكلنا من باري لايت. خبريتي خبرية كثير مهمة. بتعرفي ستيفاني، الأشخاص عندنا كثير أشخاص عندهم مشاكل كوليسترول، وأكثرة الأشخاص عم ينعطوا دواء اللي هو من نوعية الستاتنز، اللي هن أدوية بنعرف نحن لتوطي الكوليسترول. هلا بدراسة ببريطانيا بينت إنه في الأشخاص عم ينعطوا هول الأدوية، ولكن إذا انعطوا هالأشخاص كلهم اللي معهم كوليسترول، أو اللي عم ينعطى كمان هن أشخاص بين عمر 60 و 65، حتى لو الطبيب حس إنه في خطر 10% بس إنه يعلى عندهم الكوليسترول، أو 10% يصير عندهم مشاكل بالقلب، عم ينعطوا هالستاتنز. ولكن إذا في منهم على صحة السلامة بعد عمر 40 خاصة بأمريكا عم بيعطوا تما يصير عندهم بروبلم. هلا لو هالشي مزبوط كان نحن العالم كلها نجت من خبريات انه مرض القلب يكون معهم ستروك، ولكن هالشي بين انه كل هول اللي عم ينعطوا ستاتنز بس 14% منهم عم يتجاوبوا فعليا مع هول الادويه. طيب شو هو الحل؟ الحل انه قارنوا الناس اللي هن عم ياخذوا ستاتنز بالاشخاص اللي هن عم ياكلوا الاكل الصحي اللي هو صحي للقلب، وكلنا بنعرف ابتعاد عن المقالي والاشياء المدهنه، تناول الاشياء اللي هي بتحتوي قليل ملح كرمال الضغط طبعا، وممارسه الرياضه. وتبين انه النتيجه كانت اكثر ايجابيه من الاشخاص اللي هن عم ياخذوا ستاتنز ومرتاحين على وضعهم. فاذا هون هالدراسه بينت اهميه هلا الاكل الصحي. ايه كلنا بنعرف انه الاكل الصحي شيء كثير مهم، بس هون تبين لانه دائما بينسال هالسؤال، هل انا فيي بس اكل صحي وما اخذ الادويه؟ طبعا هون الطبيب هو اختصاصه هيدا الموضوع، هو عم يعرف قديش انتم بحاجه لتاخذوا دواء، ولكن دائما بدنا نكون مصرين رجعنا انه بالمرحله الاولى خلينا نحن نقنع الطبيب ونقنع حالنا انه نحن فينا ناكل اكل بطريقه صحيه، عشرت هون انه نحافظ على الأكل بطريقة صحية، لأنه الحكيم دايماً بيعرف أنه أول ما واحد يعرف نتيجة فحصه بخاف، بيصير يأكل صحي وبعدين بيهمل. فإذا هون ما بدنا نهمل، بدنا دايماً نكون ماشيين تناول أكل صحي، وهالشي على الأكيد رح يفيدنا. ومن هون كمان الدراسة هي انعملت لتشجع، انعملت جلوبالي لتشجع حتى البلدان انه يا جماعة كل شيء هو بروسيست ومصنع ومحطوط له كثير اشياء وملح غلوه، بينما رخصوا الاكل هو صحي، لانه بتلاحظي ستيفاني اللي هو العكس هو الصحيح. اكيد كل شيء بدر رخيص 100%. ليش ما بنعرف؟ ما هيك بعدين حطوا تاكسز اكثر على المشروبات اللي بتحتوي كثير سكاكر، فهون اشياء حطوا ريستريكشنز اكثر على التدخين. فاذا هول كلهم لازم ينعملوا والحكومات لازم تشتغل فيهم حتى تكون عم تساعد هالمواطنين حتى يكونوا كمان هن عم يتجهوا على الاكل الصحي. اكيد مش انه اذا بس اكلنا اكل صحي واخذنا دواء كوليسترول واذا دخلنا ما بنكون حلينا المشكله. إذا يعني إذا انه صح مزبوط. كل شيء مع بعض، يعني لازم نساعد حالنا ونرجع نعملهم يعني ونطبقهم اهم شيء. 100%. مشان هيك انا كل شخص بيجي يقول لي بدي اعمل رجيم، شو ما كانت كلمه رجيم بقول له مزبوط لازم ناكل صحي. هيدا هو اللي بدنا نفكر بصحتنا، بدنا نفكر بجسمنا، ومن هونيك بدنا ننطلق بتناولنا الاكل. فهيدي كانت خبريتنا لليوم. هلا
موضوعي موضوع النفخة ستيفاني. موضوع النفخة طبعا نحن صرنا لحد هلا بنعرف انه النفخة عندها مليون سبب وسبب. Exactly. البرد في يعمل نفخة، ستريس في يعمل نفخة، الحليب في يعمل نفخة. هلا هيدا عم بحكي غير عن الاكل، هلا نرجع عم نحكي عن الاكل، بس حتى اللي لابس زنار ضيق، كل شيء بنلبسه ضيق، هالشيء بيؤدي ليصير واحد عنده نفخة عند الاشخاص اللي هن معرضين. هاي ما كنت بعرفها. مزبوط، في اشخاص الفكرة انه اليوم انا عشية بدي البس هالتي مثلا هيدا الفستان لازم اطلع فيه فلات كثير ضعيفه، هالفكره بتوترهم وبتعمل نفخه، فاذا هون عندنا كثير اسباب ليصير في نفخه غير عن الاكل. هلا هنيك فينا اكيد الرياحه، نرجع نحكي في ناس بيعملوا يوغا هالشيء كثير بيريحهم، بيعملوا طرق معينه ليرتاحوا من الستريس، اكيد بنرجع بنذكر انه شرب الارجيله، شرب الدخان كمان تدخين، هذا الشيء بيعمل نفخه. دائما بنحكي انا وانت بنحكي اوقات كيف العلكه بتفوت هواء على المصران هي بتعمل نفخه، فاذا هول كلهم مزبوط هن بيعملوا نفخه. في ناس بيقولوا لي طب هول كلهم ما عم نعملهم، بس شو عم ناكل كمان عم ننفخ، سو هل الاكل له علاقه؟ والجواب طبعا نعرف انه الاكل له علاقه، ونحن بنعرف كم اكله مثل ما هلا ذكرتي بقوليات فاصوليا، ذكرتي حليب. هلا الدراسه اللي انا بدي احكي عنها اسمها فود ماب. نعم، فود ماب هي كل حرف له معنى، هو الاف للفرمنتيشن، الفرمنتيشن اول شيء، بعدين كل انواع النشويات الاوليغوساكرايد يعني الانواع اللي بنذكرها، فاذا الاو حتى ما ضيع الاوليغوساكرايد، الدي هي دايساكرايد، المونوساكرايد الام and polyols، يعني كل أكلة تحتوي من هول الأحرف تبع الفود ماب هي أكلة معقول تعملنا نفخة. هلأ ليش بهالدراسة نعرف إنه هالشي عم يعمل نفخة؟ تبين إنه هول الأكلات عند أشخاص اللي هو مفروض يكونوا عم ينهضموا والمصران الرفيع هو يكون عم يمتصهم، المصران ما عم يقدر يمتصهم، فهن عم يروحوا على المصران الغليظ وبياخدوا معهم مي. وجودهم بالمصران الغليظ مع هالميات عم يعمل كرامب بالمصارين، وجودهم عم يعمل غازات طبعا، وجودهم عند ناس بيعمل دايريا اسهال قوي، وعند ناس تانيين بيعمل اكتئاب. فاذا مشان هيك هول الاكلات انعرف انه هن عند ناس ما عم يقدروا يمتصهم المصران فعم يروحوا، هالشي عم بيصير. كلمة فرمنتبل، لكن الفود ماب بتبين بتبلش بالفرمنتبل. فرمنتبل يعني لكن فرمنتيشن، شو يعني فرمنتيشن؟ يعني هيدا الأكل الجسم ما قدر هو يهضمه، اجت بكتيريا وصارت هالبكتيريا هي عم تقصقصه، وهي عم تقصقصه هالبكتيريا عم تعمل غازات زيادة، فإذا هون عملنا غازات. ناخد فون كولز، يلا خلينا ناخد عنا اتصالين نرجع منكفي. ألو الو الو بونجور بونجور تفضلي بونجور ستاف بونجور تفضلي بدي اسال دايتيشن انه فيهم بيقولوا انه اذا بناخذ سردين او تون مجبورين ناخذ الزيت تبعولهم لان الاوميجا 3 موجود بالزيت وبالسردين اكثر، يعني بدنا نعرف منكب الزيت ومنحط زيت زيتون ولا لا منكلها بلا زيت مع زيتات بليز، لان عندي كوليسترول. مين معي؟ نضال عزار. اوكي نضال، يا هلا فيكي نضال. حلو سؤالك. حلو سؤالك، وبستغرب من اللي كثير كثير حلو السؤال، لانه هو ولا مره فكرت فيها، هو يعني العكس هو الصحيح. نحن الزيت اللي بينحط مع السردين او اللي بينحط مع التون هو زيت منه زيت الاوميجا 3، هو زيت اللي فيه اوميجا 6، ونحن حتى نكون عم نحافظ على قلبنا خصوصا على الكوليسترول كنت عم تحكي نضال، نحن بدنا ناخذ كميه اوميجا 3 عاليه، لانه نحن بطبيعه الحال بناخذ كميه اوميجا 6 عاليه. اوميجا 6 اذا بنكثر تناوله بيعمل مزبوط بيعمل انفلاميشن، بيعمل التهابات بالجسم، وهذا شيء مش منيح للقلب
ابدا. فنحن لازم يكون في بالانس، البالانس لنقدر نعمله. انا دائما حتى ما اشغل بال المشاهدين كله هاللقمه وهيدي، لا بقولها بطريقه كثير هينه، علوا تناول المأكولات اللي بتحتوي اوميجا 3. فهون 100% لازم نكب الزيت اللي بيحتوي اوميجا 6 وناكل السردين اما التون اللي بيحتوي اوميجا 3 بكميه عاليه. في كمان سردين وتون بالمي. مزبوط. يعني وقتها كمان هول كمان فينا نعملهم. بس قالت شغله، بنحط زيت زيتون. بنحط زيت زيتون، فاذا بنحط زيت زيتون هيدا موضوع ثاني. زيت زيتون رح يساعد، بيساعد للكوليسترول طبعا كمان. رح يساعد للكوليسترول، بس الزيت اللي موجود فيهم لازم بالاجمال هو منه زيت زيتون، بالاجمال هو زيت دوات زيت نباتي تاني. هيدا زيت نباتي اجمالا بيحتوي على كثير اوميجا 6 وهيدا نحن لازم نكون عم نكبه. رح ناخذ اتصال تاني. الو الو بونجور. بونجور، تفضلي. بليز بدي اسال المدام الكاندريل السكر نقدر نعمل فيه كيك ونفوته على الفرن؟ يا هل ترى بضر؟ وكل شيء دايت مسموحه للاولاد ويعني صحيه للاولاد ولا لا؟ بديك تطعميهم يعني سكر اصطناعي إذا منيح؟ إذا الكاندريل بنقدر نعمل فيه كيك ويفوت على الفرن أو أي نوع حلو؟ واضح. انا شوي بدي دافع عن حالي ستيفاني. انا لي 6 سنين مع المشاهدين. اسمك رندا. اسمي رندا فهد، يعني اليوم اثنين اتصلوا وما قالوا اسمي، انا زعلت منكم. والجواب على السؤال، المحلل الاصطناعي، المحلل اللي ذكرتيه حضرتك هلا عم ينعمل بطريقه ايه فينا نطبخ فيه. من زمان كان مصنع بطريقه، الاشياء المحطوطه فيه كان ما بنقدر نطبخها، ولكن هلا فينا نطبخ فيه. هيدي شغلة. والشغلة الثانية، هل نحن فينا نعطيه لأولادنا؟ أنا اللي بدي أقوله، أنا مع الأكل اللي هو منه اصطناعي. يعني رح أحكي شو بعمل مع أولادي. مع أولادي بفضل ما أعطيهم أشياء اصطناعية، بعطي الأشياء الطبيعية، والأولاد هن بالحركة اللي بيعملوها وبتوازن الأكل بيقدروا يحرقوهم. هيدا رأيي. ولكن هل في دراسة بتقول نعطيها للأولاد هي بتأذيهم؟ بعدها دراسات كتير مختلفة، ولكن لتطلع دراسة 100% مزبوطة خلينا للأولاد وحتى لقلنا. بالحقيقة كل ما نحن مشينا على الطبيعي كل ما أنا بفضل هيك. أوكي رندا، تقريبا عنا 30 ثانية خلص وقتنا، يمكن رح تتابع هالموضوع بكرة. مزبوط، لأنه موضوع كتير كبير وبدي أذكر كل الأكلات اللي هي رح تكون عم تنذكر معنا. بس بهال 30 ثانية اللي هي بدها تفيد، بدي أقول أنه هيدي دراسة رح ننتبه بكرة أنه في كتير أكل ما رح يقدروا الأشخاص يأكلوه. هل هن مستعدين لأما لا؟ ولكن اللي هو كتير كتير عنده مشكلة الاي بي اس ومشاكل بالنفخة، هيدول الأشخاص رح أقول لهم بلشوا وعملوا هيدا النوع من الرجيم لفترة معينة وشوفوا قديش رح ترتاحوا. ثانك يو رندا. هلا أدمى. الله يرضى. مشاهدينا وقفة ومنتابع اللايف.